رحمة أحمد، الفنانة اللي ظهرت كزوجة للكبير في الجزء السادس. ليه يا ست وأنا؟ ست وأنا أنا طب ليه يا ست وأنا طب؟ قلبي برتقال بصرة، ملكك وانتي حرة، عصري عصير. الله! الله! واللي كملت دورها في الجزء السابع كزوجة لي. بس الكبير بيبدأ الجزء السابع بالبحث عن زوجة أخرى. لورديانا! يا بختك! ده ظلم! المنافسة دي غير شريفة! ومع بداية الجزء ده، زي ما الكبير بيدور على زوجة جديدة، كمان الجمهور بيهاجم رحمة أحمد دعماً للكبير. يا كبير، عاوزين ممثلة تانية يا كبير! لكن الغريب إن الجمهور كلامه كله شبه بعضه، يعني يعتبر منقوش، وكل ده كان بعد مرور حلقة واحدة من الجزء السابع، وده اللي خلى ناس كتير تشك إنها حملة ممنهجة تجاه رحمة أحمد. رحمة أحمد اللي تميزت من الجزء اللي فات بخفة ظلها ودمها الخفيف، ونفس الجمهور كان بيقول عنها إنها عملت طعم للمسلسل، لكنها لقت دعم كبير من الجمهور على السوشيال ميديا، واللي وصفوا البعض بأن في ناس خايفين من نجاحها لتاخد مكانهم. انتوا كمان قولوا لنا رأيكم في المسلسل.